سعيد كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان من صاله طبعا الشرقيه للدخان اللي بتستقبل المجموعه الثانيه طبعا او الدوره المجمعه الثانيه لانسات كره السله. النادي الاهلي النهارده في مواجهه هامه امام سموحه، الامور يمكن ماشيه جدا بشكل طيب بالنسبه لكابتن ايهاب الالفي المدير الفني اللي بيأدي اداء رائع، قياده فنيه مميزه جدا من خلال متابعتنا للمباريات الماضيه، بيحاول ان هو يعمل تدوير للفريق كله من مستوى متقارب لكل الانسات الموجوده في النادي الاهلي، وحاجه رائعه جدا. واكيد هم حققوا طبعا بطوله المرتبط وبطوله كاس مصر، وان شاء الله في انتظار ان هم يحققوا لنا بطوله دوري السوبر. يمكن حتى هذه اللحظه مباراه الشمس وسبورتنج شغاله كابتن طبعا هيثم في هذه اللحظات، الامور ماشيه بشكل جيد هنا كمان، وعايزين نشيد باداء بصراحه صاله الشرقيه للدخان اللي بتستقبل مباريات عديده، بيوفروا امور كثيره جدا طبعا بتساعد بشكل كبير على الامور بالنسبه للمباريات، عدد مباريات كبير متلاحم، الصاله لازم تبقى مجهزه بشكل كبير، فبنحييهم طبعا من خلال الكابتن هيثم. الغياب الوحيد طبعا اللي هنطمن عليه بشكل كبير من الكابتن ايهاب الالفي، اللاعيبه طبعا ريم موسى كان عندها اصابه بسيطه لكن ان شاء الله تكون جاهزه في هذه اللحظات او في هذه المباراه. في هذه اللحظات كمان بينضم لنا الكابتن محمد عبد الطيب عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله، برحب بيك طبعا في البدايه، وكان موجود طبعا النهارده بتتابع مباراه سواء مباراه الشمس وسبورتنج وتابعت كمان مباراه النادي الاهلي وسموحه، الانسات من وجهه نظرك شايفهم ازاي بالنسبه لك؟ شايف الاداء للدوره المجمعه الثانيه، وكمان الكابتن ايهاب الالفي عايز اتكلم عليه بيخص بنات اول مره طبعا قياده فنيه للبنات، بخبرتك حطينا كده في الاجواء يا كابتن. بص الدوري السيدات عموما انا شايفه يعني تنافسي وارتفع مستوى كتير، احنا قبل كده كنا بنتكلم فرقتين بقى ثلاثة بقى اربعة بقى خمسة بقى ستة، الشمس بينافس، الصيد للاسف مش موجود، هليوبلس برضو موجود، الجزيرة سموحة ماشي كويس برضو ماشي تالت رابع يعني، فالمستويات متقاربة. السنة دي الاهلي اخذ الدوري مرتبط واخذ كاس مصر داخل على الدوري السوبر، المنافسه بينه وبين سبورتنج، الماتش شويه الشمس معاصلك مع سبورتنج اهو النهارده يعني ممكن لا النتائج اتغيرت، لكن عموما الدوري ماشي كويس والمستوى انعكس على اداء المنتخب. احنا السنه دي اول مره يعني منتخب مصر يتاهل مباشره الى نهائيات افريقيا من سنه 2000، اول مره من 17 سنه منتخب مصر تأهل مباشر الى بطوله افريقيا، فده انعكاس لمستوى البنات، واعتقد ان لسه في كتير الناشئات طالعين بمستويات كويسه قوي، عندنا فرقه 19 سنه بتلعب كاس عالم، عندنا فرقه 16، لا يعني البنات مستوى مباشر جدا. بخص النادي الاهلي الاعمار السنيه يمكن صغيره 19 و18 سنه في درجه اولى، ده بيميز بشكل كبير جدا، وكمان في تنافس كبير في تدوير بيعمله كابتن ايهاب، المستوى متقارب، ده بيعود بايه بخبرتك كابتن محمد؟ الاهلي بقاله فتره الحقيقه شغال على الناشئات، كل الناشئات او الفريق اللي موجود معظمهم اكبر حد 23 24 سنه، فطبعا كلهم بيلعبوا مع بعض من فرق الناشئين يعني، ففي كيمياء في هارموني بينهم. طبعا ايهاب مدرب يعني مدرب كبير اشتغل مع المنتخبات، اخذ خبره كتيره مع كابتن اشرف توفيق مع الخواجه باني قبل كده في المنتخبات، فاعتقد ان الخبره دي انعكست على شغله مع الفريق اللي هو متوسط اعماره صغير، بس الحقيقه برضو الفرقه دي بقى يعني شغالين بقى لهم سنتين ثلاثه يعني مش اول مره يعني، السنه اللي فاتت اخذوا المرتبط برضو، السنه دي بس اخذوا تاني خطوه الكاس وبينافسوا على الدوري، فطبعا بيقولوا ان الترند يعني الاتجاه تصاعدي، فرصهم لغايه دلوقتي اقوى، هم متصدرين بفرق بونت عن سبورتنج، لكن يعني البطوله مش محسومه لسه، النهارده الماتشين قريبين قوي، انا قاعد اتفرج يعني عارف ان الماتشين هتبقى قريبين قريبه كده بس مش الدرجات دي الحقيقه. شكرا. كل الشكر طبعا للكابتن طلب عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله، وزي ما بنقول طبعا كابتن هيثم يمكن النادي الاهلي متصدر ب 19 نقطه، سبورتنج ب 18 نقطه، مباراه يمكن لسه ما انتهتش حتى هذه اللحظات، بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده، وكمان زي ما بنقول ريم موسى ان شاء الله شاركت ماديه اداء رائع سواء في مباراه الشمس او المباريات الماضيه، كل التوفيق للنادي الاهلي، يمكن دي كانت اهم اجواءنا هنا في داخل صاله الشرقيه للدخان اللي بنتمنى اكيد النادي الاهلي يفوز على سموحه في الجوله. قبل الاخيره عوده ليك كابتن هيثم السعيد وكل ضيوفك الكرام. الزميل كريم احمد بنشكرك على التغطيه المميزه واللقاء المهم اللي كان مع المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكره السله، الحقيقه كان موسم ناجح يعني، احنا كقناه النادي الاهلي او كبرنامج ملوك الصالات شايفينه كان موسم ناجح انه اكتمل والمباريات اتادت في مواعيدها، ما كانش فيه التخبط اللي كان بتاع سنوات فاتت، الحقيقه يعني رايي موسم ناجح، وان شاء الله يفرز لاعبات ولاعبين كويسين لمنتخب مصر، لان في اشتراكات زي ما عرفنا المهندس محمد عبد المطلب اشتراكات مهمه للمنتخبات. الحقيقه لازم يطلع فاصل اعلاني سريع وارجع لحضراتكم عشان نستكمل تغطيتنا الحصريه والمستمره للقاء النادي الاهلي وسموحه في بطوله كاس السوبر او يعني بطوله دوري السوبر، ما تروحوش بعيد وانتظرونا.